جاي يعزز السياسة الحكومية فيما يخص التكفل بالنساء في وضعية صعبة وبصفة خاصة نساء ضحايا العنف. الخطة الحكومية للمساواة إكرام واحد وإكرام زوج تحدث خصوصا على الأهمية ديال الفضاءات متعددة الوظائف للنساء في وضعية صعبة فيما يخص التكفل خصوصا التكفل الاستعجالي للنساء ضحايا العنف. Je suis vraiment très content d'être ici à Tanger aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier les parties prenantes, les organisations qui ont fait possible cette très belle initiative. المغرب يمر من مرحلة انتقالية مهمة جدا. هذه المرحلة نحن كنساء يجب أن نستغل هذه المرحلة. وفي هذه المرحلة هذه الفترة ديال كوفيد كان لنا الحظ أن النساء ثبتوا يعني ثبتوا القوة ديالهم. قوة المقاومة سواء النفسية سواء البسيكولوجية سواء الاقتصادية. إذا فكما هو شعار القافلة ديالنا اليوم اللي سيتم إطلاقها اليوم، إحنا قادات لم نقول أنا قادة ولكن قلنا إحنا قادات. علاش إحنا قادات؟ لأننا إحنا مع بعضنا، نحن مع الرجال. نجتمع هنا هذا اليوم بالفضاء المتعدد الوظائف للنساء بمدينة طنجة للتعريف أولا بالخدمات التي يقدمها الفضاء أو تقدمها الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء في على الصعيد الوطني بالنسبة للنساء في وضعية صعبة وبصفة خاصة النساء ضحايا العنف. كذلك نجتمع لإعطاء انطلاقة للقافلة الجهوية للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة تحت شعار الرقمنة رافعة للتمكين socio-économique les nissa. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très très contents de participer à cet événement de lancement de la caravane pour les droits des femmes, en particulier les femmes victimes des violences dans la région du Nord, dans la région des Tanger, ainsi que à l'inauguration de l'espace multifonctionnel ici à Tanger. On voudrait féliciter tous les parties prenantes, en particulier la Wilaya, le ministère de développement social, l'entraide nationale et aussi l'association d'appui à l'espace multifonctionnel pour cette initiative. C'est une initiative vraiment structurante. Comme je viens de dire, ça peut faire la différence pour une femme victime des violences entre la vie et la mort. Ça veut dire le fait d'avoir un espace sécurisé, un espace de sécurité pour elle et pour sa famille. C'est vraiment un atout, c'est vraiment une contribution très très importante. اليوم هو احتفال كبير، نحتفل بإطلاق القافلة الجهوية لمواكبة النساء تحت شعار الرقمنة رافعة للتمكين والإدماج السوسيو اقتصادي للمرأة. اختيار هذا الشعار يعني كان مقصود لكي نغير الصورة النمطية التي ألصقت بالمرأة والتي تحد إمكانيتها في العمل، يعني في مهن كلاسيكية. نقول اليوم لا، المرأة تستطيع أن تشتغل في عدة مجالات وفي أثبتت نفسها في جميع المجالات. المرأة المغربية قادرة أن تشتغل في كل المجالات التي كانت حكرا على الرجال وليست يعني مهن رجالية، بل كانت لمدة طويلة حكرا على الرجال. اليوم نقول في إطار إطلاق القافلة أن المرأة قادرة، والشعار اليوم هو إحنا قادات، يعني كلنا كنساء قادات لكي نساهم في تطور الاقتصاد الوطني. فامرأة يعني مستقلة اقتصاديا، قوية اقتصاديا، قادرة أن تكون أن تحصل على كل حقوقها الاجتماعية والقانونية، قادرة أن تكون أن تقوي الاقتصاد المغربي، أن تقوي المجتمع، أن تقوي الزوج وأن تقوي الأولاد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس
باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.